الخبر الأخير معنا عبر الشرونت المهدي. تحالف العنصر العسكري والمدني مهم لاستقرار السودان. أكد رئيس حزب الأمة القومية الإمام الصادق المهدي أهمية تحالف العنصر المدني والعسكري والدولي لاستقرار السودان، وقال إن للأسرة الدولية مصلحة في تحقيق سودان الديمقراطي يحقق السلام والعدالة والتنمية. وهذا كان في خطابه يوم أمس الأحد للندوة القومية حول مشروع بناء السلام الوطني، واللي نظمتها لجنة العلاقات أو لجنة نفرة العلاقات الخارجية بحزب الأمة القومي. هذه الندوة جاءت تحت شعار نحو آفاق أرحب لعلاقات السودان الخارجية في ظل ثورة الإصلاح والتغيير. كيف تقرأ خطاب المهدي؟ والله المهدي رجل يتمتع بخبرة كبيرة جدا، خبرة سياسية كبيرة وحنكة ما في ذلك شك، وهو جزء من التغيير بحزبه، جزء من التغيير التم، لأن حزبه حزب رئيسي في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، والحزب الأمة ظل في مقدمة القوى التي قادت التغيير الذي تم. والصادق المهدي رجل معروف بخبرته السياسية، وهو دائما ظل يقدم ما وينظر إلى الأمام دائما، ودائما خطابه، وأعتقد أنه هو الآن استبغى الجميع بأنه حزبه ظل ينظم في نفسه ويرتب ما بعد الفترة الانتقالية للانتخابات. الصادق المهدي قام، هو رئيس الحزب الوحيد الذي قام بعدد من الزيارات لعدد من الولايات السودانية، معروفة أنها ولايات مناطق ولايات تشهد مناطق تاريخية لحزب الأمة، لم نقل ذلك. هذا الأمر أعتقد أنه أمر واضح في الفترة اللي فاتت، وحزب والتحالف بين العسكر وبين المدنيين كان هو صمام الأمان للسودان منذ 11 من أبريل، منذ أن أعلن المجلس العسكري الانتقالي إزاحة النظام البائد والاستيلاء على السلطة، وهو السبب الرئيسي أعتقد حتى الآن في عدم لا قدر الله في عدم انزلاق البلاد إلى المجهول، كما انزلقت بلاد من حوالينا مثل ليبيا واليمن وغيرها من البلاد التي بدأت بثورات وانزلقت إلى المجهول، وهي الآن تعاني من مشاكل الحروب وغيرها. نعم، أيضا رحب باللقاءات المزمعة لأصدقاء السودان، واضح أنها تدعم كثير جدا من الجهود برنامج الفترة الانتقالية. كل تأكيد، شكرا جزيلا بريق، شكرا لحضورك الأنيق بيننا في صباح الشروق والدائم. بارك الله فيك أخونا حسام، جزاك الله خير، دائما إحنا إن شاء الله موجودين معك. إن شاء الله أنت شكلك حتقوم تمشي تلحق القهوة في الشروق وتطلع. شكرا.